لو الحكاية فيها إن فيتو، لو الحكاية فيها إن فيتو. هل تدفع لأحمد عادل أو نسخة من نشاط الكاس؟ كنت اتكلمت في الحتة دي قبل كده. بص احنا طبعا ما فيش شك طبعا ان احنا بنبقى كجهاز فني وطبعا وعلى راس الجهاز كابتن فتحي كل الامور بتطرح، يعني اي حاجه بتطرح للجهاز كله وبياخد فيها قرار وصاحب القرار الاول والاخير كابتن فتحي. ففي شك طبعا احنا لما هنشوف توقيت مناسب ان ندفع ندي العادل او ندي المسعد هيبقى طبعا القرار ما فيش كلام. هذا هنحاول طبيعي احنا بنحاول ان احنا نقرب الناس كلها عشان لا قدر الله لو بيحصل حاجه للشريف يبقى عادل موجود يبقى مسعد. فهنشوف الامور يعني احنا عندنا ماتشين في الدوري لسه، الماتشين دول محتاجين ان احنا لسه ما صعدناش بالظبط كده. فما اقدرش اتكلم في الحاجات دي غير لما الامور تتضح اكتر من كده. انت ما خدتوش قرار يا كابتن ان انت في الماتش اللي بيحصل مثلا في مدريد مع الكاسيوس ولا لا؟ ده مع امير وكنت اتكلمت معاك في النقطه دي. لا بس ما عملهاش كتير يعني، عملها قد كده مره ولا حاجه مع امير ولا مش كتير يعني. وكان ممكن يعني النادي الاهلي كان دايما بيحسم بطوله الدوري قبل الدوري ما ينتهي باربع خمس ماتشات. كان بيريح مجموعه كبيره بين الهجوم الحضري يعني مش الحضري بس. كان بيسند امير بطوله الكاس على طول. يعني مره واحده بس. لا مره واحده بس. هو امير شارك بطوله الكاس مره واحده. الاهلي خدها. ماتش باشا 4-3 بتاع الزمالك. دي المره الوحيده اللي امير شارك بطوله الكاس كلها. انما دايما هو امير كان بيشارك في اخر اربع ماتشات، اخر ماتشين، اخر ثلاثه لما الاهلي بيحسم الدوري. احنا لا في حسم للدوري ولا في حسم للكاس، فاهمني؟ ف يعني حتى لو برشلونه بيعمل كده او يعني هتلاقي كم نادي في العالم بيعمل كده يعني مش كتير يعني. وفي بقى السالفه دايما بتغيرش مش كتير. لما تيجي تتكلم على كل الانديه في العالم ما بيحصلش ان الماتش وماتش دي مش كتيره الا ايه حصل يعني الفتره اللي حصل مع كاسياس وديجلو بيز اللي بيلعب في الدوري. ده بيلعب دوري ابطال اوروبا بالظبط. انا ما بفضلش حتى لو انت فاكر كاسياس رجع ليه في الدوري اخر لعبوه في الدوري في الاخر. طب النادي الموسم تدعيم مركز حارس المرمى ولا لا؟ المكان مستقر الحمد لله. يعني فرصه برضه ان انت يبقى عندك عندنا اربعه ادعم بي. انا عندي شريف وعادل ومسعد وابو سعود ادي اربعه وعمر رضوان انت بتصعده وبصعد عمر اوقات وبصعد عبد الكافي. عبد الكافي دلوقتي جول اساسي منتخب الشباب الولد برضه عايزين الولد ده يطلع كل فتره كده برضه يتمرن معانا وياخد جو الدرجه الاولى وجو ال انت عارف بيطلع بدري حتى قبل يروح منتخب. فاحنا مش عايزين بقى يبقى في تخمه في المكان ده، بالعكس احنا عايزين ايه نستفيد بالناس اللي موجوده وبرضه ندي ايه عايزين القطاع برضه يبدا يبقى فيه يعني حتى الناس اللي شغالين تحت حراس المرمى يبقى في امل. لا بالعكس لما يطلع عمر ويطلع عبد الكافي دي بتبقى فرصه للولاد تحت ان كل واحد يبقى عنده امل انه يطلع من الدوري. انما بقى بالعكس انا شايف ان المدربين شغالين كويس جدا تحت، في فرص لاجوان كتير اللي تطلع ان شاء الله. فاتمنى ان شاء الله ان الامور تمشي بشكل ده ان شاء الله. يعني الاكرام اتكلم معاك في قصه تعديل عدل قبل ما يعدل او يزود سنه على سنه. هو بص هو شريف وعادل ومسعد في حاجات كتير جدا بنتكلم فيها خاصه بالعقود بتاعتهم وخاصه بحياتهم الشخصيه وخاصه طبعا بالناحيه الفنيه في الملعب. فهم الحمد لله في ثقه بيني وبينهم كبيره جدا. انا اخ اكبر ليهم اللي هو ماشي بينا الحمد لله كل احترام. زي ما بقول لك الاحترام ده مهم جدا، الحب اللي بينا الحمد لله. فما فيش الحمد لله ما فيش مشاكل يعني. مفيش شك طبعا ان انا يعني ما بحاولش ان انا اقتحم حد في حاجه معينه الا اذا طبعا خصوصيات. وانا بيجي يكلم معايا طبعا يعني موضوع العقد التعديل العقد طبعا بيتكلم معايا وقال لي عملت كذا 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 وبقول له وجهه نظري من وجهه الله طبعا. وبحاول ان انا ايه هو بيسمع ابو شريف ما شاء الله ذكي وبيقدر يعني الامور بشكل كبير جدا بيقدر ياخد فيها قرار. فاكيد طبعا بيسالني كراجل يعني مسؤول في المكان ده وهو شايف ان انا اقدر افيده في حاجه شخصيه حتى لو بره الكوره بقول وجهه نظر من وجهه الله. احمد عادل نفس الكلام، مسعد نفس الكلام. وده زي ما بقول لك لما بيجي هو يسالني في حاجه خاصه بره الكوره فده بتبسطني جدا. هو شايف ان انا الحمد لله رب العالمين اكبر ليه. كان لجالك موضوع لبس بلجيكي كمان عرض لما كان جنبك. وحاجات والله خاصه حاجات خاصه كتير جدا بس الواحد ما بيحبش يعني تعرف دي امور خاصه يعني. اتمنى له التوفيق. وزي ما بقول لك هي فتره الواحد بيقضيها في النادي الاهلي او في اي نادي تاني بحب ازيد اسيب دايما ذكرى كويسه في المكان اللي انا فيه. حصل
انا بحب ابني الحمد لله في ذكرى كويسه جدا، انا مشيت من المريخ الحمد لله، علاقاتي بالناس كويسه جدا، وده اللي بيبقى دايما السمعه كويسه والسيره كويسه. هو كابتن يعني في جهاز فني بيجوا في فتره كابتنات، كابتن طارق، كابتن احمد ايوب، كابتن مالك، سلوك صغير وقريبين من اللعيبه يعني. شايف تجربه المدير الفني والجهاز الفني للفرق لما يكون سنه صغير وقريب من اللعيبه ده بيفرق على اللعيبه او بيفرق ان هو يقدر يفهموا اللعيبه يفكروا في نفسيا اللعيبه محتاجه ايه؟ هو دايما الشك طبعا انا بس زي ما بقول لك خد بالك السن الصغير ده في امور معينه ما مش معناها سن السن الصغير صغير بعيد عن الخبرات بعيد عن المجال الكبير، انا كانت انتوا قريبين من اللعيب العكس ده الناس كانت فتحه حوار كبير في السن كان طبيعي بس قريب كانت فتحه حوار جدا من اللعيب انا فاهم يعني بيفرق معاك بقى نفسيا يا كابتن الموضوع ده هو هي شخصيه المدرب سواء كبير او صغير. السؤال ده عايز اوصل منه لتقييم حضرتك تجربه مين وكمان في الزمالك. بص لا يعني بص اقول لك على حاجه زي بقول لك شخصيه المدرب هي طب ما كابتن حسن شحاته هو هل هو غير من اللعيبه في منتخب مصر سنا بس لعيبه بتحبه جدا جدا المعامله وابقى حاسم وابقى عادي افصل من بره الملعب وجوه الملعب طبعا يعني هي شخصيه المدرب ممكن يبقى مدرب صغير ويبقى عنده حسم وازاي بياخد قرار ويبقى يعني برضه بيعامل اللعيبه بشكل كويس جدا وقريب جدا من اللعيبه وممكن يبقى صغير في السن والعكس يعني هي زي ما بقول لك شخصيه المدرب في مدرب كابتن فتحي مبروك كان موجود في السن بالنسبه لل بس قريب من اللعيبه جدا كابتن علاء صادق قريب من اللعيبه جدا كابتن عامر يوسف لما كان موجود في حشد بدري هي شخصيه المدرب وفي مدرب في معاملته مع اللعيبه ممكن يبقى فيها طف قوي هو كابتن مالو جوزيه ما كانش قوي في المعامله بس اللعيبه كانت بتحبه كابتن حسام بدري مش قوي في المعامله لا بص الشخصيه المدرب هي لحد كبير جدا بتحدد حتى امور خاصه بالجهاز اللي معاه واللعيبه لان هو زي ما بقول لك هو اللي بيدير صح الاداره مهمه جدا كده فانا شايف الى حد كبير جدا الامور في النادي الاهلي بتمشي يعني يمشي فلان ويجي فلان السيستم ماشي ثابت وفي قواعد بالظبط كده فدي بتسهل علي بتسهل عليا انا كمدرب سهل على اللعيبه لان كل واحد عارف شغل هتخش جوه المنظومه هتمشي مع المنظومه دي بالشكل ده. فيجو